احنا في الاسبوع اللي فات عشنا تقلبات شديده القسوه بالذات لطلبه الثانويه العامه من اول ترقب النتيجه اللي اتاخرت يومين ثلاثه لحد ظهور النتيجه اللي كانت خلاص السنه دي انتهى معيار ومقياس المجاميع العاليه جدا خلاص اختفت تماما وده بالمناسبه مش قادره اقول كانت خطه وزاره التربيه والتعليم بس كانت رؤيه وزاره التربيه والتعليم انه عدم معقوليه ال 100 وال 98 و100% وال 101 بالدرجات الخاصه، وبالتالي رجعنا لفكره التقييم المنطقي للطلاب، مش معنى كده ابدا السنه دي انه الطلبه بتوعنا لم يوفقوا جابوا مجموعات مجاميع اقل، او انهم ما قدروش يتعودوا على السيستم جديد، او انه الامتحانات كانت اصعب، لا خالص، لكن لما اختلفت طريقه التقييم رجع الطلبه للمستويات الطبيعيه من الدرجات، بالمناسبه دي طريقه التقييم اللي تشبه التعليم الدولي بشكل كبير، طريقه التقييم اللي تشبه لو اي حد فينا عارف التعليم البريطاني، التعليم الامريكي، كل اشكال التعليم الدولي هي بتعتمد على منحنى درجات ومنحنى الدرجات هو اللي بيحدد مين اللي يبقى درجته جايبه اعلى واقل، لكن الدرجات الفعليه موجوده بالفعل وطريقه انه انه شخص يجيب 85% ده يبقى رقم هايل جدا وده اللي حصل السنه دي فعلا، نزلت بقى كليات القمه او اللي هي بتاخد الدرجات الاعلى الى مجاميع ما, ما سمعناهاش بقى لنا سنين طويله لكن الحيره زادت، الحيره زادت السنه دي لانه بوكي الاختيارات او باقه الاختيارات زادت جدا قدام اي طالب ثانويه عام هو لو كان جايب مجموع يدخله كل الاختيارات فهو في حيرة شديدة من أمره لأنه الاختيارات الكلاسيكية هو عارف مش محتاج كمان تفكروا إن ما هيش الخيار الأهم والأفضل في الوقت الحالي يعني مش لازم أختار الحاجة اللي هستخدم فيها كل مجموعي في بنت طالبه جميله كده سالتني جايبه حاجه و80% وادبي يعني مجموع عظيم جدا وعاوزه تدخل اقتصاد وعلوم سياسيه، اقتصاد وعلوم سياسيه واخده اقل من كده بكتير، طب خساره، كلمه خساره دي بقى اللي بتعمل الحيره. فعشان ما حدش من الطلبه يقع في الحيره الله يخليكم ما تختاروش بفكره خساره. ولأنه باقة الاختيارات زادت، الجامعات عددها زاد، التخصصات العلمية والأكاديمية الجديدة اللي أنت ممكن تقول تخصص والدك ووالدتك ما سمعوش عنه قبل كده، اختاره وركز فيه واهتم واعرفه واشتغل بيه لأنه هو ده المستقبل. فعشان نسهل الاختيار أو عشان يسهل الاختيار في حزمة كبيرة من المحاولات من ضمنها اختار كليتك ودي خدمة جديدة أطلقت ودعمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتشجيع الطلبة أو لتوعية الطلبة لاختيار كلياتهم طلبة طبعا الثانوية العامة وكمان أولياء الأمور الهدف من اختار كليتك أنه نعرف إيه الكليات أصلا نعرف الأقسام المتوفرة من خلال ندوات بتعرف الطلاب ببرامج بأنظمة دراسة في مختلف الكليات الجديدة اللي سوق العمل بيدور عليها طيب احنا كمان مش مفروض بس نعرف الدراسة لكن بنعرف مجالات العمل وبالتالي دي نوع من أنواع التوعية والتثقيف للطلاب وأولياء أمورهم كمان مهم جدا أنه الطالب اللي راح يقدم في كلية يبقى عارف معايير الاختيار لهذه الكلية يبقى عارف بالمناسبة لو كانت الكليه دي ليها تكلفه ماديه فتكلفه الكليات في يعني ميزان واسع جدا جدا في القيمه حتى والمصروفات الدراسيه للكليات المختلفه كل الدعم لكل المبادرات اللي بتخلينا نعرف المعلومه لانه تاني حاجه لازم نتعلمها بقى واحنا في ثانويه عامه ولما نكبر شويه اتخاذ القرار بدون معلومه كامله بيخلينا في الاغلب نتخذ قرارات غلط فاللي عايز يتخذ قرار مهم يخص مستقبله زي قرار الجامعه اعرف المعلومات كلها وما تاخدش انطباعات وما تاخدش مشاعر وما تاخدش اراء اعرف معلومات معلومه الكليه دي بتدرس كذا بتخرج منها فرص العمل كذا مهاراتي هتبقى كذا انا محتاج في الاربع سنين اللي جايين اتعلم كذا ربنا يوفق الجميع ويخلي المرحله دي تعدي وتبقى ذكريات حلوه وما تبقاش ذكريات صعبه على اي حد من الطلبه يا رب